صباح الخير عليكم واهلا وسهلا بكل زوار قناتي. في الفيديو بتاع النهارده كان في صديقه ليا في القناه سالتني سؤال من يومين كده، هو انا ازاي قدرت انزل 6 كيلو في رمضان. انا جاوبتها بالفعل في كومنت، بس هجاوب عليكي تاني في فيديو عشان اشرح لك بالظبط انا عملت ايه بالظبط، وعشان يكون يعني متهيألي الفيديو هيكون اوضح من الكتابه اكتر. بص يا جميله، اولا انا قبل ما يبتدي رمضان انا عارفه حاجه من الاثنين، رمضان يا هتخن جدا يا هخس جدا. دايما رمضان يعدي عليا، انا شخصيا بالذات دايما رمضان يعدي عليا يا طالع زياده جدا يا طالع نازله جدا، على حسب بقى اللي انا هعمله. بصي، انا اول حاجه انا لعبت على الجانب النفسي. لعبت على الجانب النفسي ازاي؟ انا فكرت في شويه حاجات كده، في شويه نقط كده، وفكرت فيهم وركزت عليهم قوي، وفكرت فيهم ان هم هيساعدوني يعني هيقوي ارادتي شويه وهيساعدوني ان انا اعدي الرجيم في رمضان بسلام. اولا انا عارفه ومتاكده ان وقت رمضان بيجري بسرعه، يعني ايا كان الوقت بالنهار او حتى بعد الفطار بيجري بسرعه جدا، ورمضان شهر كامل 30 يوم ما بتحسيش بيه نهائي، كانه اسبوع او يمكن اقل. فانا قلت الرجيم اللي هعمله ان شاء الله مش هيكون فيه مشقه ولا هيكون فيه تعب كتير، اكيد الوقت هيعدي بسرعه باذن الله. دي حاجه. الحاجه الثانيه، انا استغليت برضو فرصه ان رمضان ده بقاله كذا سنه بيجي في الصيف، يعني بيكون الواحد كل همه على شرب الميه وبس، شرب الميه كل همك، الاذان بيأذن من هنا ان انت عايزه تشربي ميه وبس. دي تاني حاجه برضو انا فكرت فيها، وخدت القرار وخدت النيه والحمد لله ربنا قواني وقدرت ان انا اعدي الجيم رمضان بسلام. وكان نفسي ان انا اخس 4 كيلو بس، لان انا من فتره بعد كنت خارجه يعني بمخلفات شتاء حلوه، يعني انا كان وزني طلع لل77 برغم ان انا كنت نزلت للستينات، بس انا جت عليا فتره زي ما قلت لكم قبل كده. انا للاسف الشديد لما يعني بتكون عليا بتكون حاجه عامله لي اكتئاب او عندي مشكله في حياتي، انا من طبعي ان انا هو مش من طبعي، انا اعتقد ان هي حاله مرضيه لان ده مش طبعي فيا، ده لو طبع انا كنت سيطرت عليه، انما الموضوع ده بالذات يعني بيخرج من ايدي تماما، ما بقدرش اسيطر عليه نهائي. ان انا لما بكتئب اكتئاب شديد او لما بتحصل لي مشكله في حياتي تلاقيني دايما باكل ومخي في حاله شلل كده، ومفيش تفكير خالص ان انا اللي تعبت فيه هرجعه تاني، وما بفكرش نهائي، بيبقى كل تفكيري في الاكل وكل متعتي في الحياه في الاكل وبس. لما بتصادف في حياتي مشكله كبيره او لما بيجي لي اكتئاب شديد، فللاسف انا اعتقد ان دي حاله مرضيه. فانا كان عندي مشكله في اواخر الشتاء كده، وللاسف الشديد يعني سبت نفسي شويه، وببص لقيت نفسي قبل رمضان طلعت لل77 كيلو. فاخدت القرار باذن الله ان انا هعمل دايت، وقلت انا يعني هستنى لحد رمضان، وبالفعل استنيت لرمضان. واول ما ابتدى رمضان ابتديت معاها الدايت. ابتديت دايت ايه بقى؟ هقولك في رمضان كان عباره عن ايه. هو تقريبا نظامي في رمضان كان شبه روتيني. يعني ايه شبه روتيني؟ يعني تقريبا اللي كنت بعمله النهارده كنت بعمله بكره، كنت بعمله امبارح، كنت بعمله يوميا. اول حاجه كان اول ما الاذان ياذن انا كنت بشرب كوبايه ميه بليمون، دي حليفي رفيقه الدرب بالنسبه لي في رمضان وبعد رمضان الحمد لله لسه مستمريه عليها. كوبايه ميه ساقعه بليمون اول حاجه كنت ببلي ريق عليها، كوبايه ميه ساقعه بليمون، وبعدين كنت باخد تمرايه او 3 تمرات، بس كان معظم الوقت تمرايه واحده، يعني نادرا الصراحه ما كنت باخد 3 تمرات ديت. وبعدين كنت بروح اصلي المغرب، اصلي المغرب الاول وبعدين ارجع تاني اشرب كوبايه ميه، ميه بليمون برضو، وبعدين اروح افطر الفطار بتاعي. الفطار بتاعي كان عباره عن ايه؟ كان عباره عن 4 معالق نشويات، رز او مكرونه او نص رغيف، وطبق خضار من الخضار الموجود عندي في البيت عادي، بس كان معظم الوقت الصراحة كنت ببيته التلاجة وبعدين اطلعه اشيل الدهون اللي فوق الوش. ده بالنسبة للطبق بتاعنا، اشيل الدهون اللي فوق الوش وبعدين اسخنه. وطبق خضار عادي، والبروتين بتاعي مشوي او مسلوق، وكان معظم الوقت فراخ، لان احنا نادرا الصراحة ما بجيب لحمة، محدش عندي بيحبها كتير، بيحبوا الفراخ اكتر، كلنا في البيت هنا بنحب الفراخ اكتر، فكان غالبا كان معظم الوقت بيكون يا فراخ يا سمك. كنت باخد دايما الصدر واشيل الجلد اللي عليه سواء كان مسلوق او حتى مشوي، كنت بشيل الجلد اللي عليه واكل الربع البروتين، او سمكية مشوية، سمكية كبيرة كده مشوية،
وطبق كبير جدا من السلطه، واحيانا كنت بخلص طبق السلطه واقوم اعيد الدور تاني. كانت اكتر حاجه في اكل السلطه، ودايما كنت ببدا بالسلطه، اقعد اكل سلطه سلطه سلطه، وبعدين الرز والخضار، وبعدين باكل البروتين في الاخر. تمام، ده بالنسبه للفطار بتاعي. وبعدين بقوم طبعا مفيش اي اكل خالص، وكنت بشرب ميه بليمون كتير جدا. وباجي بعد الفطار بثلاث ساعات بالظبط، بروح واخده كوبايه شاي بقدونس، شاي مغلي بقدونس. هبعمل لكم حلقه باذن الله اوريكم انا بعمله ازاي. ده كان عشان ايه؟ ده كان عشان انا من مده للاسف الشديد برضو كنت باخد وسيله منع حمل، حبوب منع الحمل دي، بصوا دمرتني شكلا وموضوعا. انا لازم باذن الله هعمل لكم حلقه مخصوص عنها، وهكلمكم عن حبوب منع الحمل دي، هقول لكم عملت معايا ايه وعملت فيا ايه. ومش عارفه بقى كل جسم زي بعض ولا ايه، بس انا هحكي لكم مشكلتي معاها. تمام، دي كانت ليه كنت بشرب مغلي بقدونس. دي كانت مخزنه لي ميه في جسمي بشكل رهيب، وكانت بتبطئ الحرق بشكل فظيع فظيع فظيع، حبوب منع الحمل دي. فعشان اتخلص من الميه اللي في جسمي اللي كانت مسببها لي حبوب منع الحمل ديت، كنت بضطر ان انا اشرب مغلي بقدونس، شاي البقدونس. هعمل لكم حلقه باذن الله زي ما قلت لكم دلوقتي، هوريكم انا كنت بحضره ازاي وبعمله ازاي. كنت بشربه بعد الفطار بثلاث ساعات، وبعدين ما كانش فيه اي صراحه، ما كنتش باكل اي حاجه صراحه. كانت نفسي مسدوده جدا من بعد ما جربت ان انا خسيت، وحته ان انا اتخن تاني دي كانت مضايقاني جدا. يعني بجد اللي بيبقى تخين ويرجع ويخس ويلاقي نفسه هيتخن تاني، بجد بتاثر على نفسيتك جدا بعد ما بتجربي بعد ما بتجربي انك تخسي، والرشاقه اللي بتبقي فيها والخفه اللي بتبقي فيها، وطبعا التغيير الجذري في شكلك ومظهرك ومقاسات لبسك. يعني حقيقي بجد بتحبطي جامد قوي لما بتلاقي نفسك في سكتك انك ترجعي للتخن مرة تانية. بالنسبة لما بين الفطار والسحور، على السحور الصراحة ما كنتش باخد نشويات خالص، كنت باخد كوبايتين زبادي لايت وعليهم عصرة ليمون. وبعد السحور كنت باخد قرص من البوتاسيوم. قرص البوتاسيوم انا قلت لكم قبل كده، نزلت حلقة عن البوتاسيوم. البوتاسيوم كان زائد انه كان بيساعدني على تحمل العطش في نهار رمضان والصيام. كمان البوتاسيوم كان بيساعدني في التخسيس، ان هو كان بيساعد مغلي البقدونس ان هو كان بينزل الماية اللي في الجسم. فانا كنت باخد قرص من البوتاسيوم مع مغلي البقدونس، ساعدني كتير جدا في التخلص من المية الزيادة اللي في الجسم. ده بالنسبة كان نظامي في رمضان. وما كنتش باخد حلويات خالص، ما خدتش حلويات غير مرتين في الشهر، مره كل اسبوعين. الصراحه ما كنتش بعمل يوم فري كل اسبوع، كنت بعمل يوم فري كل اسبوعين. فخلال شهر رمضان كله ما خدتش غير مرتين اتنين بس حلويات، مرتين قطعه بسبوسه بحجم صوابع ايدي قد كده اهو بالظبط. ده في خلال الشهر الكريم من اوله لاخره ما خدتش اي حلويات نهائي غير مره كل اسبوعين. وبصراحه النظام دوت الصراحه يعني انا ما حسيتش انه مرهق بالنسبه لي، او لا بالعكس انا حسيت ان انا مهتميه بنفسي اكتر. بالعكس لقيت ان انا خرجت من رمضان بشرتي احسن، بشره وشي. وكمان انا كنت معتمده اي رجيم، اول ما ببدا الرجيم دايما بعتمد الماسك اللي انا كنت حاطه لكم قبل كده، هحطه لكم في هحط لك اللي ما كنتش شفتيه قبل كده، هحط لك الرابط بتاعه فوق في الفيديوهات المقترحه. بعتمد دايما الماسك اللي هو ماسك الخميره والزبادي، بعتمده دايما مع الدايت. ده بيساعدني ان انا لما بعمل دايت ما يخليش وشي شكله مرهق او الوش يخس جامد. كنت دايما بعتمد الماسك ده، وزائد كمان ان انا كنت دايما بعمل مشروبات مفيده زي الكركديه او المغلي البقدونس زي ما قلت لكم، اليانسون والحاجات دي كلها. دي كانت يعني مشروبات مفيده طبعا في رمضان، زي ما انتوا عارفين القهوه بتبقى قليله قوي، فدي فادتني كتير. وتاني حاجه، انت كنت سالتيني انت عندك مشكله جسم جسم الكمثرى او جسم التفاحه، او بمعنى صح اللي هي الدهون الموضعيه اللي هي بتبقى دهون كلها في الجسم من فوق، الكتاف والصدر والبطن والوسط والحاجات دي بتبقى معظم الدهون. صدقيني بجد والله العظيم احسن حاجه لمشكله الدهون الموضعيه، يعني دايما في انظمه التخسيس والدكاتره الرجيم بينصحوا دايما بالمشي اثناء الدايت، ده بيساعد على التخسيس. بصي هو ده بيساعد على التخسيس، بس التخسيس عامه للجسم. بس في مشكله الجسم التفاحه او السمنه اللي هي بتبقى متركزه من فوق، صدقيني احسن حاجه للتخلص من المشكله دي هي الاعمال المنزليه. الاعمال المنزليه زي تصبين المواعين، انت بتصبني طبق ترفعيه تحطيه في المطبقيه، بتطبقي ملايه، انت كل ده
الاعمال المنزليه بتحركي ايديكي، بتحركي نصك الفوقاني اكتر، فبالتالي بتتخلصي من الدهون، بتمسحي الارض، بتنظفي حاجه، فبالتالي انت بتحركي ايديكي وبتحركي دراعاتك، بتصبني المواعين وترفعي تحطي ايديكي، ترفعي ايديكي عشان تشيلي الطبق، انت كده بتتخلصي من الدهون اللي بتبقى في الظهر من ورا ديت. يعني افضل حاجه لمشكله جسم التفاحه هي الاعمال المنزليه، يعني كنس، توطي تشيلي حاجه من الارض، الحركه للجزء الفوقاني اكتر، مش المشي اللي هيساعدك على التخلص من الدهون الموضعيه لجسم التفاحه. المشي على ما اعتقد يعني اللي انا لاحظت ان هو مفيد اكتر لمشكله السنه الموضعيه اللي بتبقى يعني في اللي بتبقى في متركزه اكتر في الجزء السفلي من الجسم، زي مثلا الفخاد او منطقه الهانش، برضو دي المشي مفيد ليها اكتر. انما الجسم التفاحه اللي بتبقى الدهون من فوق، الاحسن ليكي هي الاعمال المنزليه، يعني بنضرب عصفورين بحجر، تخلصي شغل بيتك وفي نفس الوقت بتخسي. ودي كانت رد على سؤالك، اتمنى يا رب يكون الفيديو عجبك ويكون الفيديو افاد ناس كتير، واشوفكم في فيديو جديد باذن الله. سلام عليكم.